اجل النبي الطاهر خاض في اوساطهم قاتلهم قتال الابطال عند ذلك كمن له لعين ونلون على أبفاض اين المنادي وعباسا وسيدا وحسينا عند ذلك كمن له لعين فعندما وإذا زينب على باب المخيم تشوف لواء أخوها الأعظم يتمايل يا إلى اليمين ويا إلى الشمال حطت إيدها على قلبها تقول أخوي يا حسين إيش في أبو فاضل حسين ضم زينب إلى صدره قال لها زينب أخونا قطعت يمينه وشماله لطمت على صدرها حيرني أبو فاضل ايش بيسوي يقول بينما هو في حيرته